الحاج حمام عبد الحميد، يعني ازاي شايف بعيونك هذا اليوم الجميل وتكريم كل ابناء مدينه المراغه لابن بار هو الكابتن هشام عبد المنعم اللي حقق انجاز تاريخي للكره المصريه بالصعود لكاس العالم وايضا تحقيق بطوله الامم الافريقيه بالجزائر؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نهنئ ابننا البار كابتن هشام عبد المنعم احد مدربين منتخب مصر للشباب بصعودهم بفوزهم بكأس الأمم الأفريقية وصعودهم لتصفيات كأس العالم، وده يعتبر شرف لمحافظ السوهاج وابن من أبناء مركز المراغة محافظ السوهاج، وهو بصراحة ابن أختي. طب يعني حق حمام نادي شبان المراغة، يعني رحلة عشق ما بين جماهير المراغة وبين هذا النادي العريق اللي تأسس في فترة بسيطة واستطاع أنه يستحوذ مكانة كبيرة داخل قلوب أبناء المراغة، إزاي شايف بعيونك صعود نادي شبان المراغة إلى دوري القسم الثاني؟ الصعود يرجع لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة نادي الشبان على المجهود اللي بيقوموا به، والجهاز الفني بقيادة علاء عبد المنعم برضو ابن من أبناء المراغة وأخو للكابتن هشام عبد المنعم، فبنهنيهم بالصعود لدوري الممتاز به، ودي مش أول مرة يطلعوا فيها الممتاز به، قبل كده صعدوا واستمروا فترة في الممتاز به. ايضا بشهد هذا اليوم تأبين روح المهندس محمد عبد الحميد عليه رحمه الله، واحد الاشخاص المؤسسين والمؤثرين في تاريخ نادي شبان المراغه، يعني كلمه منك الى روح المهندس محمد عبد الحميد عليه رحمه الله. الله يرحمه، وترك ذكرى جميله في نادي الشبان وللشباب والرياضه عامه في محافظة السوهاج، لانه كان حلقه وصل بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين أندية محافظة السوهاج، وكان همه الشاغل الله يرحمه كرة القدم واهتمامه الزائد بها. فبمناسبة الذكرى ان احنا بنقرأ له الفاتحة وندعو له انه ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا معه في الجنة ويجعل في أولاده الخير والبركة ان شاء الله. حاج حمام حميد، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء ونلتقي دائما على خير. نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر القائمين على قناة مودرن سبورت، وبنتمنى لكم التوفيق باستمرار ان شاء الله. وبارك الله فيكم وشكرا.